طبعا انا قلت المعلومه من قبل بان ايران هي الدوله الشرق اوسطيه الوحيده التي مولت اسرائيل بالبترول في حرب 67 وحرب 73. البترول كان اللي بتتشغل به الدبابات الاسرائيليه والطيارات الاسرائيليه في حرب 67 و73 كان هو البترول الايراني. واخبرني واحد ام رافضيه وابوه صوفي من عتاد الصوفيه قال لي ان الخميني قال وبعضكم حضر مع الموقف ده لانه هو اصله عراقي. بعضكم حضر مع الموقف ده يعني انا بعضكم كان معي في هذا الموقف. قال ان الخميني اقسم ان هو لو انتصر على العراق هيمسك كل المصريين يشنقهم ويعلقهم في ويعلقهم قتل. ده الكلام ده قال والكلام ده اتى لي من مصدر اخر. نعم ما هناك يذبحون للسنة. الله المستعان.